كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. النبي كم عاش قبل البعثة؟ 40 سنة. 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يبعث، قبل أن يأتيه جبريل. طيب قبل أن يأتيه جبريل ماذا كان؟ ماذا كيف كان يعبد الله؟ هل كان يعبد الله أو كان يعبد الأصنام مع قريش؟ ما كان يعبد الأصنام، كان حنيفا صلى الله عليه وسلم، لكن ما يعرف تفاصيل الشرع، لكن يدري أن اللي عليه قومه إيش خطأ. كان يذهب يتحنث في غار حراء، يجلس وحده صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد، لكن مو عاجبه الواقع الذي عليه قومه. وكان في غيره، هناك غيره ممن كذلك، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، مثل ورقة بن نوفل، ما يقبلون الشرك الذي يقع فيه قوم. أبو بكر الصديق قالوا كذلك، لم يكن يعبد الأصنام معهم.